طيب يعطيكم العافية شباب. احنا بدأنا المحاضرات الماضية نحكي عن البروبوزل، واعتقد وصلنا لجزئية انه احنا حكينا عن تايتل والابستراكت والانتروداكشن ستيتمنت اوف ذا بروبلم حكيناها. تمام. طيب خلينا نحكي على الستيتمنت اوف ذا بروبلم. حكينا عن الانترودكشن انه اتفقنا انه لازم يكون شكلها انه بهذا الشكل، تمام، وفيها ثلاث نقاط، هدول النقاط الثلاثه فصلناهم، تمام، وحكينا كترتيب انه انت عندك هنا بتبدا بواحد، بعديها بتروح على اثنين، بعديها بترجع مره ثانيه على البروبلم ستيتمنت، وبعديها انترودكشن، بعديها ميثودولوجي، واخر حاجه بتروح على الابستراكت، تمام. وحكينا انه ايش هي الاجزاء الثلاثه اللي مفروض تكون انت عندك موجوده في الانترودكشن، واخذنا مثال، تمام، واخذنا المثال هذا تبع الكيمياء، صح؟ نعم. وحكينا انه في طريقه مهمه انه انت تعرف الانترودكشن تبعتك مكتوبه بشكل صحيح او لا. ايش هي هاي الطريقه؟ انه انت تديها لحدا مش متخصص في الاي تي يقراها، اذا بشكل عام يعني عارف ايش المشروع تبعك بيكون انه الامور تمام، اذا مش عارف ايش هو المشروع تبعك بشكل عام طبعا بيكون في اشكاليه في الانترودكشن، تمام. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن البروبلم ستيتمنت. البروبلم ستيتمنت هي قلب المشروع فعليا، تمام، ولازم انه انت تعملها articulation بشكل مقبول. شو معنات انه انت تعملها articulation بشكل مقبول؟ انه انت تحكيها بشكل مقنع. يعني على سبيل المثال انت جاي تعمل اللعبة تبعتك انه بدك تعمل جيم، تمام، هل الجيم مشروع مقبول؟ ايش البروبلم تبع، ايش البروبلم ستيتمنت تبعت الجيم؟ ايش البروبلم ستيتمنت تبعت الجيم؟ كيف ممكن تكتبها؟ هاي السؤال اللي بينطرح. فبتصير انه انت انه المهاره في الموضوع هنا انه انت كيف تعمل articulation او صياغه لمشكله لمشروع الجيم تبعك. مشروع الجيم ممكن انه هو ينعمل مشروع تخرج، ما فيش مشكله، لكن كيف ممكن تعمل articulation انه انت على سبيل المثال انه انت تحكي اللعبه هذه لعبه تعليميه، فبالتالي انه بتحل اشكاليه. ايش الاشكاليه هذه؟ في بروبلم بتحلها هاي اللعبه، لانه انت عاده في الالعاب يعني ايش المشاكل اللي ممكن تحلها الالعاب؟ الالعاب معموله للتسليه، تمام، بتضيع وقت. لكن انه انت ممكن تيجي تقول انه والله اللعبه تبعتي تعليميه، انه والله الدرس الفلاني او الموضوع الفلاني ممل جدا وصعب انه هو يندرس، فبالتالي احنا ممكن نعمله على شكل لعبه، فبالتالي انه ممكن انه يصير انه مسلي او ممتع انه انا ادرسه، فبالتالي انه انا بحقق هدفين، انه اوكي ممكن انه هو يستمتع في ترفيه وفي نفس الوقت انه بيلعب او بيتعلم. هذا الاشي اسمه edutainment. edutainment جاي من education و entertainment. education تعليم، entertainment ترفيه، فبالتالي edutainment هي التعليم بالترفيه. او مثلا على سبيل المثال انه انت تيجي تدعي، وهو هيك فعلا انه انت بده يكون في عندك، يعني بدك تحاول قدر الامكان انه انت تعمل articulation بشكل مقنع انه اللعبة تبعتي اللي انا بدي اعملها بتحفز الذاكرة. تيجي تقول انه المشكلة انه الالعاب اللي كلها اللي موجودة يا اما بتخلي سلوك الاطفال عدواني، او انه بتخليه انه بيضيع وقت او ساعات طويلة على اللعبة هذه، لان اللعبة تبعتي من نوع مختلف انه هي بتحفز او بتنشط الذاكرة. فبالتالي مهم جدا انه انت تعمل problem statement. انا والله بدي اعمل مشروع لخدمات الطلبة، او بدي اعمل مشروع مثلا لطلاب الجامعة، فبالتالي لازم تعمل articulation للبروبلم بشكل جيد، انه انت على سبيل المثال زي مشروع زملائكم في السابق اللي هو اليوني باص، ايش المشكلة اللي بعالجها؟
البروبلم ستيتمنت تبعتهم انه في ازمه في المواصلات وفي ازمه اقتصاديه، فبالتالي في عبء كبير على الطلاب والطلاب بيعانوا من المشاكل هذه. ايش هي؟ انه انا مش عارف اذا انا كنت واقف اذا كان الباص حيجي او لا. طيب اجى الباص، مش عارف اذا كان في مكان او لا. تمام، فبالتالي بدنا نعمل تطبيق بيتتبع الحافلات اللي بتروح من الجنوب لغزة هنا للجامعة، فبالتالي أنا بكون واقف على الطريق وعارف إذا كان في بس بده يجي أو لا، وعارف إذا حيكون في عندي مكان أو لا، وفي نفس الوقت إنه بوفر علي، بوفر علي لأنه بكون في أوفر في المواصلات. فبالتالي هيك صياغة البروبلم بشكل جيد. أو مثلاً على سبيل المثال إنه أنت تيجي إنه تقول إنه إحنا عندنا الطلاب في عندهم أسئلة كثيرة، خاصة طلاب سنة أولى، تمام، ومش لاقي حدا إنه هو يجاوبهم، يا إما بيخجل إنه هو يسأل زميله، تمام، يا إما مثلاً إدارة الكلية إنه هو بروح يسأل إنه ما فيش حدا إنه بيجاوب على التساؤلات تبعته بسبب الضغط اللي موجود عليهم. فإحنا التطبيق تبعنا إنه إحنا بدنا نعمل تشات بوت بيجاوب على أسئلة الطلاب. فبالتالي شايف في كل مرة التطبيق بيعالج مشكلة معينة، في تطبيق بيعالج مشكلة معينة. فعشان هيك مهم جدا انه البروبلم ستيتمنت تبعتك هي قلب المشروع، انه التقييم بشكل اساسي انه بيرتكز على هاي، اذا انت صغت انه في مشكلة بيعالجها المشروع تبعك ولا لا، مشروع هيك والسلام ملوش اي هدف او اهمية او مشكلة بيعالجها، تمام. فبالتالي لازم انه انت تركز انه انت تكون مكتوبة بشكل جيد وواضح، تمام. الارتكوليشن هنا انا بركز على موضوع الاقناع، انه انت كيف يعني تحكي او تصيغ البروبلم تبعتك بشكل مقنع، هذه بدها مهارة، تمام. طيب نيجي للأوبجكتيفز، وهنا في خلط كبير او اخطاء شائعة بين الأوبجكتيفز والإمبورتانس تبع البروجكت. كثير من الطلاب بيعتقدوا ان الأوبجكتيفز هي الأهداف تبعت المشروع، يعني بخلط بينها وبين الأهمية. لا، المقصود هنا بالأوبجكتيفز هي الأهداف تبعتك اللي انت بدك انه انت تسعى وراها بحيث انه انت تنجز المشروع، مش أهمية المشروع نفسه. خلي بالك كمان مرة، الأوبجكتيفز هي أنت كطالب بدك تحطها، يعني أنه بدك تصيغها على شكل سب جولز، والسب جولز هدول أشيفابل، يعني قابلة أنه أنت تنجزها، تمام، بحيث أنه بدك تقسم الهدف الأساسي تبعك، أنه الهدف الأساسي أنه أنت تنجز المشروع. عشان تنجز المشروع إيش بتروح تعمل؟ بتروح بتقسمه لأهداف فرعية سب جولز، لو انت انجزتها خلاص بتنفذ المشروع، مش اهمية المشروع. يعني على سبيل المثال، لا، وبرضو في خلط تاني انه انت تخلطها بينها وبين المنهجية. هضرب لك مثال، يعني انت على سبيل المثال انه انت توصلت انه الرياكت افضل تكنولوجي انت يعني راح تستخدمها عشان يعني اكثر تكنولوجي مناسبه لانجاز المشروع، بس انت ما بتعرفش ولا حاجه في الرياكت، فبصير عندك هدف عشان تنجز المشروع انه انت تتعلم رياكت. واضح؟ المنهجيه انت ممكن تتبع اي منهجيه من المنهجيات المعروفه زي ووترفول او بروتوتايبينج او سكرام اجايل اكس بي، هذه إشي مختلف عن المنهجية، إنه أنت عندك هدف إنه أنت لازم تعمله عشان تقدر تنجز المشروع. يعني على سبيل المثال إنه أنت في بعض المشاريع بتتطلب إنه أنت تجمع بيانات، جمعت بيانات تنجز المشروع، ما جمعتش بيانات ما فيش مشروع. فبصير هنا عندك جمع البيانات عبارة عن هدف، إنجاز المشروع بيتوقف عليه، مش منهجية. في منهجيات مختلفة في جمع البيانات، لكن احنا بنحكي عن البيانات نفسها انه هي جمعها عبارة عن هدف. ك
كذلك لو اجينا لمشروع مثلا اليونيباص اللي عملوه زملائكم الفصل الماضي او السنه الماضيه، ايش ممكن تكون اهداف فيه؟ انه انت المشروع تبعك هذا لو انت عملته بدون ما انت تقنع الطلاب يستخدموه، تكون في حوافز مثلا انه انت تصمم بطريقه انه يكون في حوافز، او تقنع سائقي الحافلات انه هم يستخدموه على الفاضي، يعني يصير انه التطبيق على الرف يعني ما حدش بيستخدمه. لكن اذا كان عندك الهدف من الاهداف تبعتك عشان انه انت يعني المشروع انه يصير انه يتم استخدامه، انه انت تقنع هذول الاطراف، بيكون انه تقدر انه انت يعني صار المشروع عندك منجز، او انه انت بتقدر انه انت تنفذه. ما فيش اقناع بعد معنى ذلك انه انت يعني حتسوي المشروع على الفاضي. لكن اذا انت اقنعتهم من البدايه، يا جماعه انا بدي اعملكم مشروع 1 2 3، هل ممكن انه انت تستخدموه؟ بصير في عندك هدف انه انت تقنع هدول قبل ما انت تنفذ المشروع. تمام، واضح الاهداف؟ بدك تقيسها انه انت على سبيل المثال موجود على المكان في المكان هذا، تمام، وبدك تتحرك وتصير في المكان هذا، ايش هي الاشياء اللي انت المفروض ان انت تسويها عشان تنتقل من المكان هذا للمكان هذا وتحقق الهدف؟ هجيت كونك انه انت في المكان الجديد هذا، ايش اهميته؟ هذا موضوع تاني اللي هو النقطة الثانية اللي هي الامبورتنس تبع البروجكت. ايش معنى هذا الكلام؟ انه لو المشروع تبعك انعمل، شو الفائدة اللي بيسويها؟ شو الاهمية تبعتها؟ بالضبط، لا بدك تحكي الاهداف انه عشان نتنتج المشروع. الامبورتنس لو المشروع صار موجود، ايش الاهميه تبعته؟ ايش الفائده تبعته؟ والله الفائده تبع المشروع تبعي انه هو بوفر على الطلبه مثلا عناء السؤال، او بوفر على الطلبه تكاليف المواصلات، بوفر جزء من تكاليف المواصلات، او مثلا بيزيد في وعي المجتمع عن مساوئ هذه العادة الاجتماعية السيئة. لو الفيلم تبعك اللي انت بدك تسويه صار موجود، ايش فايدته؟ بيساهم في زيادة الوعي، او بيقلل ظاهرة كذا، او 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 او. تمام؟ طيب، يبقى الامبورتنس بدك تحكي ايش الاثر تبع المشروع تبعك لو صار موجود، ايش الفاليو تبعته، ايش الاهميه تبعته، ايش القيمه تبعته. تمام، قديش انه مشروعك كويس، ايش الفائده اللي بيسويها او بيقدمها. نجي للسكوب والليميتيشنز. السكوب والليميتيشنز ممكن تعتبرها انت في المشروع تبعك انه شغله بتخلصك. كيف يعني؟ يعني انه انت على سبيل المثال المشروع او الفكره اللي انت بدك تنفذها لازم تعمل 1 2 3 4 5، فعليا انت بتقدرش تنجز هدول الخمسة في فترة مشروع التخرج، عندك الفصل الاول والفصل الثاني. فايش بتيجي بتحكي في السكوب والليميتيشنز؟ انه احنا السكوب تبعنا انه المشروع هذا اي نعم 1 2 3 4 5، بس احنا بدنا ننفذ 1 2 3 تتخرج عليهم. زي هيك ممكن اذا كان في حال المشروع انه هو كبير كتير، انه عشان يكون مشروع متكامل، تمام، ممكن انه انت تعمل اجزاء منه. تمام، هذا مثال. شوف مثال تاني هنا، انه انت فعليا في السكوب والليميتيشنز انت بتحدد المشروع تبعك، ايش الشغلات اللي انت ناوي تسويها ومش ناوي تسويها. زي ما قلت لك انا بدي اعمل 1 2 3 4 5 بديش اعمل، مش مطلوبات مني. بالضبط بالضبط، او مثلا انه شغله بدك تاخذها جاهزه. يعني على سبيل المثال انت التطبيق تبعك بيحتاج لتحديد الاحداثيات، يعني تحديد الموقع، تحديد الموقع انه انت يعني بدك تعمل مثلا تطبيق انه يعمل اوردر. تمام، الاوردر بيلزمه انه تحدد الموقع. حلقيت هذه انت بتستخدمها جاهزه من الـ API تبعت جوجل، مش مطلوب منك انه انت تبرمجها، بدك تستخدمها جاهزة. او مثلا على سبيل المثال انه انت بدك تعمل تطبيق بيعطي اوامر صوتية،
سواء كان هذا الكلام للمكفوفين او انه انت بدك تعتبره مساعد شخصي، بدك تقول له انه ابعث لي ايميل لفلان او اطلب لي كذا، اوامر صوتية. فبالتالي في عندك جزئية هنا تحويل السبيش لتكست. اجيت هذه الجزئية مش مطلوب منك تطويرها في المشروع، بتقول انه انا يا جماعة هستخدمها جاهزة من جوجل، في عندي جوجل سبيش اي بي اي راح استخدمها جاهزة. يبقى انا مش 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 هطور سبيش انجن، انا هستخدم بالضبط. فبالتالي هنا ايش الشغلات اللي انت حتعملها واللي مش حتعملها، يا اما حتاخدها جاهزة او انه انت بدك تعتبرها خارج نطاق المشروع تبعك اللي انت حتتخرج فيه. تمام؟ واضح؟ طيب، فبالتالي زي ما حكيت انه انت في عندك assumptions معينة، انه انت بتفترض انه هذه الكومبوننت جاهزة او هذه المكتبة جاهزة مثلا، فبتستخدمها استخدام جاهز يعني انه بدون ما انت تعملها. حكيت انه انت تعرف الفرق بين السكوب والليميتيشنز. السكوب انه انت بتحدد فيه النطاق، تمام، البريدث والدبث والعمق تبع المشروع تبعك والدومين. يعني على سبيل المثال انه انت بتقول انه الابليكيشن تبعك او الفيلم او اللعبة بغض النظر تستهدف الاطفال من عمر 8 ل 12 سنة او بتستهدف طلاب الجامعة او بتستهدف الاطباء، تمام. فبالتالي هنا انت حددت الدومين تبعك. اما الليميتيشنز، الشغلات اللي انت بتقيدك وخارجة عن ايدك، الشغلات اللي بتقيدك والخارجة عن ايدك. يعني على سبيل المثال، يعني انه التطبيق تبعك بيحتاج انترنت سريع، ومش دائما انا بكون موجود في منطقة فيها هوت سبوت واي فاي، فبالتالي بدي اضطر استخدم التو جي، والتو جي مشكلتها انه هي بطيئة. فبالتالي بدي اعتبر مشكلة في المشروع تبعي انه في حال التو جي لا، في اشكالية في استخدام المشروع او في استخدام التطبيق. فهذه تعتبر من محددات المشروع، limitation، عبارة عن عيب في المشروع تبعك. ممكن تحكيه ببساطة بصراحة انه يا جماعة والله التطبيق تبعي صحيح بيسوي 1-2-3 ومفيد، لكن الاشكالية انه بتطلب سرعة انترنت عالية، ومش دايما انه hot spot انه بتكون متوفرة ولا يمكن استخدامه في التو جي، بطيء جدا غير مجدي. فبالتالي انت لما تحكيها بالعكس انت بتحمي نفسك، لانه انت بتطلع نفسك من دائرة الانتقاد. انه انا بدي اجي مثلا على سبيل المثال اناقش المشروع تبعك، اقول لك مشروعك عديم الفائدة، لانه احنا لو اجينا اطلعنا انه المناطق اللي فيها هوت سبوت انه محدودة، هيها موجودة هنا وهنا وهنا، وفي مناطق كتيرة انه فيها 2G بس، وانت يعني في التو جي اجيت اجربه مش شغال بالمرة. لو انت مش حاكي هذا الكلام بيصير انه انت يعني انتقاد حاد بالنسبة لإلك، لكن لما تكون انه اوريدي حكيه خلاص انت بتدافع عن نفسك، بتقول له اوكي يعني انا اوريدي حكيت عن كلام هذا الكلام وانه هذا عبارة عن عيب في المشروع تبعي، ف بيسكت. تمام؟ واضح؟ فبالتالي هنا انت بتحكي عن الشورت كامينجز، اللي هي عبارة عن العيوب أو القصور في المشروع تبعك، تمام، وإنه يعني ممكن إنه أنت تطورها في المستقبل، تعتبرها future work، لكن إنه من الضروري جدا إنه أنت تحكيها في المشروع تبعك، تمام. هذه شغلات إنه زي ما حكينا إنه أنت بتقدرش تتحكم فيها، خارج عن إيدك. واضح الفرق بين السكوب والليميتيشنز، تمام. وينام بتقول أنا والله بستهدف الزبائن الناطقين باللغة العربية، أنا بستهدف الزبائن اللي موجودين في الشرق الأوسط، أنا والله بستهدف الأطفال من عمر كذا لكذا، أنا بستهدف الشباب من عمر 18-22 أو لعمر 25 زي هيك. فبالتالي أنت بتحدد الفئة تبعتك اللي أنت بدك تستهدفها في التطبيق تبعك. هذه السكوب. الليميتيشنز بتحكي عن المشاكل أو العيوب أو القصور الموجود في المشروع تبعك، تمام؟ طيب نيجي الآن بخصوص الميثودولوجي.
المنهجيه. المنهجيه تبعت المشروع تبعك انت، المشروع تبعك يا اما حيكون سوفت وير، سواء كان موبايل ابلكيشن او ويب ابلكيشن او حتى ديسكتوب ابلكيشن، سوفت وير بغض النظر عن البلاتفورم. فبالتالي بدك تتبع منهجيه من منهجيات السوفت وير بروسيسز او منهجيات الهندسه البرمجيات، وانت بتكون اوريدي درستها في مساق عندك يعني حسب القسم تبعك، سواء كان يعني مساق هندسه برمجيات او مساق هندسه الوسائط، بغض النظر يعني إن ايش مسمى الماده، انه المنهجيه انت اوريدي درستها. يعني بتتراوح بين الووتر فول للبروتوتايمينج للاجايل سكرام اكس بي، كل هاي المنهجيات تمام. واذا كان المشروع تبعك عباره عن مالتي ميديا برودكت، سواء كان فيلم انيميشن او فيلم كرتون او فيلم وثائقي او فيلم قصير او فيلم بيجمع بين الـ AR والـ VR مثلا، او حتى لو جيم، يعني ممكن انه انت تعتبر المنهجية تبعتك المنهجية المعروفة اللي انتو يعني اخدتوها في الوسائط البوست بري برودكشن والبوست برودكشن والسيناريو والبورد وكل هذا الكلام تمام. فبالتالي حسب المشروع تبعك. باكد عليك انه في حال انه انت كان المشروع تبعك عبارة عن سوفتوير، حتكون في يعني لازم يكون في تبرير ليش انت اخترت هاي المنهجية، لانه انت لازم تختارها بطريقة مناسبة. انا والله اخترت المنهجية هذه لانه مناسبة لي. يعني على سبيل المثال، في حال المتطلبات تبعت المشروع تبعك واضحة، فبالتالي تختار ووترفول. لكن اذا ما كانتش المتطلبات تبعت المشروع واضحة واخترت ووترفول، بتعرض نفسك للانتقاد انه انت كيف يعني انه المتطلبات مش واضحة وروحت اخترت ووترفول. ووترفول مناسبة للمشاريع اللي متطلباتها واضحة. احنا بدنا نعمل ويب سايت بيسوي 1 2 3، هيها واضحة المتطلبات، بقول لك ماشي اوكي اشتغل ووترفول. لكن في حال انه انت في عندك بعض المتطلبات مش واضحة او معظمها انه هي مش واضحة، ساعتها بدك تروح على منهجية مرنة. الووترفول فيش فيها مرونة، عشان هيك انت عندك اجايل معناها مرونة. بدك تروح على واحدة من منهجيات الاجايل انه بحيث انه تكون مناسبة لطبيعة المتطلبات تبعت المشروع تبعك تمام. فبالتالي فعليا انه انت بدك تحدد الخطوات اللي انت بدك تمشيها، والخطوات هذه هي جاية من software methodology اللي انت راح تستخدمها لجمع المتطلبات، تحليل المتطلبات، implementation test. انا يعني requirements collection analysis design implementation test، كل المراحل هذه بدك تحطها. بس بيفرق من منهجية لمنهجية تانية، انه مثلا على سبيل المثال الاجايل تعتمد منهجية الايتريشن. شو معنات هذا الكلام؟ انه انت بتعمل يعني analysis design implementation test، بعديها كمان مرة analysis، هذه اللفة الثانية analysis design implementation test analysis design implementation test. فبالتالي انت بيكون مطلوب منك تحديد اكم لفة انت بدك تلف، اكم iteration في المشروع تبعك، 5 3 حسب المتطلبات تمام؟ اوكي. نيجي نحكي على الادوات والتجهيزات المطلوبه عندك في المشروع. ايش الفرق بين الادوات والتجهيزات؟ الادوات عاده تستخدمها في البناء، تجهيزات عباره عن اجهزه بتستخدمها في المشروع بعد، يعني في استخدام التطبيق. لا مش زي هيك. يعني على سبيل المثال انت عندك عشان تبني بتحتاج لشاكوش، مفك، زردية عشان تبني تمام. لكن لما تيجي تسكن، هل هدول الشغلات انت بتستخدمها؟ لا. فبالتالي هذه انت ممكن انه انت تعتبر انه الشغلات اللي انت بتستخدمها في بناء السوفت وير، زي ايش مثلا؟ اندرويد ستوديو انت بتستخدمه في بناء التطبيق، لكن بعد هيك خلاص التطبيق بنزل، ما فيش داعي انه يعني انه انت تستخدم الاداه هذه.
بعد ما ينزل التطبيق. تمام؟ انت بتستخدم مثلا مكتبة معينة او شغلة زيك بتستخدمها وقت بناء التطبيق فقط. اما التجهيزات ممكن تكون على سبيل المثال زي مايكروفون، كاميرا، سنسور تبع قياس حرارة او رطوبة او درجة الاضاءة. يعني انت على سبيل المثال بدك تعمل تطبيق بتحكم في اللمبة انه اذا قلت درجة الاضاءة لحالها تضوي، فبدك سنسور بيقيس لك درجة الإضاءة قديش. تمام؟ فهذا بنعتبره من ضمن الإكويبمنتس. طالما أنت بتستخدم المشروع بتستخدمه. تمام؟ فبالتالي هاي الشغلات أنت بدك تحددها. إيش بتوقع منك؟ أنه أنت تحكي كل التولز والباكيجز والاي بي اي اللي أنت والمكتبات والاي دي ايز اللي أنت بتستخدمها وتحكي، يعني تسردها وتحكي في إيش استخدمتها. تيجي بتحكي والله استخدمنا الفوتوشوب في عمل تصميم لللوجو تبع المشروع تبعنا، او استخدمنا برنامج السكتش عشان نعمل تصميم لللي اوت، او برنامج مش عارف ايش اللي انتم بتستخدموه في عمل الواجهات. تمام؟ شو اسمه؟ اكس دي، ادوبي اكس دي عشان تعمل الواجهات. فبالتالي بتذكر التطبيق واستخدمنا المايكروسوفت بروجكت عشان نقسم المهام تبعت المشروع تبعنا ونجدولها. استخدمنا الاندرويد ستوديو عشان نبني التطبيق، او استخدمنا مثلا البي اتش بي ستور عشان نكتب كود. تمام؟ زي هيك عشان نكتب كود البي اتش بي. او مثلا على سبيل المثال لو انت زي ما ذكرت لك انه انت في عندك جوجل سبيش اي بي اي، بتقول والله بدنا نستخدم جوجل سبيش اي بي اي فيرجن كذا، يعني بتحكي التفاصيل تبعتها، فبتحكي ايش الاي بي اي وايش بتستخدمها. بتقول بنستخدم الجوجل سبيش اي بي اي عشان نحول الكلام لنص، عشان انا اخده قبل يعني بعد هيك وانه اعمل منه اوامر. تمام؟ التايم تيبل، التايم تيبل انه انت فعليا ايش بدك تسوي؟ بدك تروح تاخذ المشروع تبعك وبدك تعمل له بريك داون. بريك داون معناها بدك تجزئه لمهام. تمام؟ بدك تجزئه لعده مهام صغيره. المهام هذه بدك تجدولها، بدك تعملها استيميشن. تمام؟ قدر الامكان بتحاول انه تعمل استيميشن، بضله تقدير يعني مقبول لو طلع يعني انه غلط، يعني انه زي هيك. الفكره في الموضوع انه انت على سبيل المثال انت بتيجي بتحكي التاسك هذه تصميم الواجهات تاخذ معايا يومين، ثلاث ايام، اسبوع. هذه التاسك اللي وراها بتاخذ اسبوعين. هذاك ماشي، ما أنا عشان هيك أنا هي كتب لك هنا بده يصير أنت عندك أبديت باستمرار، لأنه أنت على سبيل المثال كل ما تشتغل في المشروع أكثر تضطح معك مهام أكثر. عشان هيك أنا باجي بقول لك أنت عندك المسودة يفترض أنه أنت تسلمها مع الامتحانات النصفية. حاجة حتطلع على المهام، حتطلع على المهام في المسودة النهائية اللي حتسلمها آخر السنة آخر الفصل. يفترض أنه طلعت معك مهام جديدة، يعني انت قريت عن المشروع اكثر، اشتغلت فيه اكثر، شفت ريليتد وركس اكثر، يفترض انه صار في عندك تقدير لمهام اكثر وبتقدر يعني تعطيها فتره زمنيه افضل. تمام؟ فبالتالي بتعمل له ابديت باستمرار. هاجيت هنا على سبيل المثال انت عندك هذه التاسك لازم تنجزها عشان تعمل هاي التاسك، معنى ذلك انه في اعتمادية بين هاي التاسك وهاي التاسك او هاي. تمام؟ هاي وهاي ممكن تسويهم بالتوازي، بيعتمدوش على بعض. فبدك تحدد اعتمادية وفترة زمنية، اعتمادية وفترة زمنية. لاحظ هنا انه هدول التاسكس 2 و 3 4 تابعين لتاسك كبيرة. وهذا الكلام اللي انا بحكي لك اياه، التاسك الكبيره بتروح بتجزئها لتاسك اصغر.
قابلة للتنفيذ وبتجدولها بهذا الشكل. الخطأ الشائع اللي بيصير دائما هنا انه التايم تيبل، تمام، انه انت بتعمله دائما يعني، او عفوا انه يعني اغلب الطلاب بيقعوا في مشكلة انه هو بيعمله على نظام الووترفول حتى لو كان اخر جزئيه، اخر جزئيه بحكي لك انا كنت انه من الاخطاء الشائعه انه انت لو المشروع تبعك اخترته انه بيستخدم اجايل، فالمنهجيه تبعتك يفترض تكون ايتريشن لفات، فانت بتروح بتحط لي الجدول تبعك على شكل ووترفول بزبطش، فانت بدك تحطه بهذا الشكل انه انت عندك هاي الايتريشن الاولى، تمام، وبتفصل فيها المهام انه هاي المهام عملتها، بس خلصت عملت هاي المهام، هذه المهمه، هذا المهمه بتشتغل بالتوازي، تمام، بعديها بتحط خط زي هيك، تمام، هاي خلصت كل المهام التابعه في اي واحد، تمام، ساعتها ببدا هنا اي 2 اللفه الثانيه، تمام، فهي اي تي 1 تي 2 3، تبدا هنا بتكمل انت بقيه التاسك بهذا الشكل، واضح؟ فهاي تخلي بالك منها بخصوص التايم تيبل. فزي ما اتفقنا الملخص انه انت بتعمل بريك داون، تحدد المهام اعتماديتها على بعض، تحاول تعملها استيميشن، وبتعمل ابديت بشكل مستمر للتايم تيبل. المره الجايه ان شاء الله بنحكي عن ريليتد وركس. يعطيكم العافيه.